مسطرة واحدة. المسطرة الواحدة، ودي نقطة مهمة، عشان المسطرة الواحدة ديت ليه هي قضية الشناوي كاشفة كاسفة الحقيقة. الناس اللي من أول وهلة وقفت الوقفة الصح في المكان الصح مع موقف النادي الأهلي، مش عشان النادي الأهلي، علشان الإجراءات، علشان الشناوي ما صدرش منه في حق الحكم ما يستدعي الإيقاف 4 مباريات. الشناوي ما أخدش كارت الأصفر والأحمر من الحكم عشان نقول عقوبته إيه. الحكم ما كتبش ما يدين الشناوي علنا. الناس نسيت مع قضية الشناوي الحدث الأبرز في هذه المباراة اللي هي الأهلي والبنك الأهلي، الجون بتاع أيمن أشرف اللي كل خبراء التحكيم أكدوا على سلامة الهدف، لكن ما علينا. كابتن أحمد حسام ميدو في برنامجه أول حد يمكن حتى حسم القضية في موضوع جون أيمن أشرف، إنه جاب الحكم الإنجليزي جلاجر وقال لك الهدف صحيح جدا، وأنا مستغرب إزاي راح للفار، ويروح للفار ليه؟ ولو قال له غير كده ده جون، وقال 100% هدف. ما علينا. قال حاجة مهمة جدا ميدو ساعتها، إن الشناوي ما يستحقش هذه العقوبة، العقوبة متسرعة، وقال كلام كتير ساعة صدور العقوبة، نسمعه. المفروض الطبيعي لو الحكم شاف ان الشناوي تعدى عليه باي شكل من الاشكال، الطبيعي ان اي حكم في الدنيا هيعمل ايه؟ هيروح لافف مديله احمر. معنى ان الحكم ما اداش الكارت الاحمر للشناوي وتغاضى عن اتخاذ القرار الاداري او الاجراء الاداري ضد الشناوي، وبعد كده بعديها ب 15 16 ساعه بس طلع القرار بناء ان الحكم كتب في التقرير ان هو تعدى عليه، يبقى الراجل الحكم ده اتضغط عليه. على فكرة التقرير ده بيدين الحكم، لان الطبيعي ان رئيس لجنة الحكام دلوقتي يروح للكابتن محمد سلامة يقول له انت كتبت في تقريرك ان هو تعدى عليك، ما اديتوش احمر ليه؟ ما خدتش حقك ليه في قرار اداري؟ يبقى ايه اللي حصل؟ هنا بقول لكم ليه بقى ان اللائحه ضعيفه، لان اللائحه هنا بتسمح لرئيس لجنه المسابقات واعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره ان هم ينفذوا القرارات على الكيف. لان في الاخر انا النهارده هروح للمراقب اقول له اكتب في تقريرك لو انا فلان مش على كيفي او بيلعب في نادي مش على كيفي. اللائحه دي بتدي الباور لاتحاد الكوره ولجنه المسابقات ان هي تلعب على مزاجها في العقوبات زي ما هي عايزه. اجي بقى اقول لكم على حاجه تانية. عارفين بقى الخطوات الصح، والكلام ده انا واخده من اكبر خبراء يعني لوايح قبل ما اخش لكم على الهوا. الاجراءات الصح كانت ايه؟ ان لجنه المسابقات تخاطب لجنه الحكام تقول لهم انتوا دلوقتي بعتوا لي تقرير بتقولوا فيه طلب بعقوبة اللعيب بناء على تقرير المباراة، أنا بسألكوا استفسار أو بستفسر استفسار يا لجنة حكام، الحكم ما اتخذش القرار الإداري ضد اللعيب ليه؟ ليه ما اتخذش القرار الإداري ضد اللعيب؟ وبعديها بناء على رد لجنة الحكام أبتدي أخذ قراري، صح؟ ده كان يتطلب إيه؟ إن العقوبة دي ما تصدرش إلا بعد يومين ثلاثة عشان أخد الإجراءات الصح علشان اقدر اطلع قرار زي ده. لكن معنى ان القرار طلع بالشكل ده يبقى الحكم ده اتضغط عليه، اتقال له اكتب في تقريرك كده. طيب كلام ميدو، الشناوي اتظلم، الاهلي اتظلم، لا ده سرد كمان اجراءات هنعلق عليها، سرد اجراءات انه ما اتخذتش، وبالتالي فالعقوبه باطله لبطلان الاجراءات. القرار مين خدته؟ اداره المسابقات. راح للجنه الثلاثيه، اللجنه الثلاثيه نفس اللي قاله ميدو في كل الاجراءات عملته. قال اسالوا لجنه الحكام، جابوا لجنه الحكام. المودش يقول لك ايه؟ لو عملوا كده كانت العقوبات دي هتبات بعد يومين ثلاثه. ايوه. طيب ما هو اعتبر ان عملوا كده. عشان بقول لك هي قضيه تصفيه حسابات بين الناس مع بعضيها. انت قلت يا كابتن ميدو انه ما تمش اتخاذ الاجراءات، ليه ما تمش الاستناد لراي الحكام؟ ليه الحكم لم يسال؟ طيب اللجنه الثلاثيه جابت الحكم بالنص اللي انا قلته لكم، بالنص اللي قالوه في حيثيات القضيه، انه قال احمد مجاهد ولجنته بعد مراجعه لجنه الحكام اللي انت قلتها يا كابتن ميدو،
التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة. يعني بيقولوا له وقتها كان لازم الحكم يدي له كارت. هذه الروشتة بتاعته نفذوه. هم سمعوا كلام ميدو. زعلانين. سمعوا كلام كل الناس اللي اتكلمت بلسان الحق زي ميدو. الرجوع إلى الحق يعني بعد ما اللجنة طلع القرار اللي رجعوا فيه للحق بناء على ان دي لجنه بتاع او مجلس اداره بيعتمد توصيه لجنه او بيخففها او بيلغيها. هل بعد ما احمد مجاهد صوب الخطا ولجنته بناء على كلام ميدو؟ هو ميدو نفسه بقى مش بناء عليه. امبارح خلينا نصبر يعني الذي يتفق مع سرد ميدو مش بناء عليه مع سرد ميدو والناس اللي اشارت الى خطا اجراءات الشناوي بعد ما تم التصويب وهو شكلي وشرعي وقانوني. رأي الكابتن ميدو نفسه بعد بقى خدوا بالكم الافتر والبيفور دي مساله مهمه جدا. الناس دي قبلها كان رايها ايه سمعتوه؟ طب بعد بقى نشوف. وتخفيض العقوبه الموقعه على اللاعب محمد السيد الشناوي الجول كيبر بتاع الاهلي طبعا كان في يعني لغط كبير الى مباراه واحده يعني هيلعب ماتش بيراميدز مع تقليص العقوبه الماليه الى 50,000 جنيه. يا سلام يا سلام على ان تصدق قبل ان يشارك في المباريات. مشكلة كبيرة فعلا بالنسبة للشناوي ان هو يدفع فرق 30,000 جنيه دول يعني قصة كبيرة. إلى مباراة واحدة بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرب بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة. طبعا الكلام الثاني اللي احنا هنقوله. ارجع لي بقى. تمام؟ الأول أنا قلت لكم إن القرار متاخد غلط. ده أنا معترف بيه يعني قرار متاخد غلط أنا قلت لكم. واول واحد قلت لكم والحمد لله كل الاعلاميين ورايا طلعوا قالوا الكلام اللي انا قلته. انا كنت قايله لكم بناء على استشاره يعني ناس شغاله في لجنه المسابقات بقى لها سنوات طويله ان ما ينفعش حكم النهارده ما ينفعش حكم ان هو يكتب في تقريره بيدين لعيب لسلوك غير رياضي وهو الفعل كان مع الحكم نفسه مش مع حد تاني وما ادالوش ما خدش العقوبه الاداريه. ايه العقوبة الإدارية؟ اللي هي انذار يا طرد. ما ينفعش مش موجودة. وقلت لكم يوميها إن الراجل الحكم ده اتقال له واتضغط عليه إن هو يكتب في التقرير الكلام ده. حلو؟ وبعد كده كل الناس طلعت قالت الكلام ده مش مشكلة ما عنديش طبعا كويس يعني كويس الناس كلها ماشية في الدايركشن بتاعنا. هو انا بس محتار يعني هو انا لما اقول رايي ابقى فرحان ان الناس اتفقت معايا واشعر ان انا كنت بقول الراي السليم وعشان الناس يعني اكتسب مصداقيه قدامها يا جماعه انا قلت لكم الكلام ده لكن ابقى زعلان ان هم صوبوا الخطا بناء على رؤيتي في يعني الروشته اللي انا كنت بقترحها هي الروشتة اللي موجودة وهي اللي اتنفذت وهي اللي اتعملت اروح مهاجم القرار وابتدي اتهكم عليه كما حدث بعد ذلك واحنا مش عايزين نتطرق للامور دي عشان مش عايزين نوسع الليلة اكتر من كده. وده هنا اللي بيحيرني بيخليني مش فاهم حتى الكابتن مدحت شلبي وانا تعالى تقول حاجة كابتن مدحت وناس تانية برضو مواقفها ما قبل وما بعد حاجة هتسليكم شوية بعد